حياكم الله مشاهدينا الاعزاء عبر شاشة الفجر الجديد وعبر اثير فجر اف ام في حلقة جديدة من برنامج نبض الشارع. نحن في الطريق المؤدي الى خارج مدينة طول كرم والمسمى بطريق نابلس. هذا الطريق الذي شهد خلال الاونة الاخيرة ومنذ مطلع العام الحالي ارتفاع في مؤشرات حوادث السير. الى الشرق هنالك مفرق بلعة. مفرق بلعة والذي ياتي من جهتين مجهولتين تماما. هناك عدد من التجاوزات الخاطئة التي أيضا سجلت حوادث السير. سنستطلع وإياكم آراء السائقين وجهود الجهات الرسمية في محاولة وضع خطة علاجية لأن ننتهي من حوادث السير مرة وإلى الأبد في هذا الشارع. بالنسبة للشارع هذا خطر كثير، وقرب بلعة كثير بيصير فيه حوادث وموت كثير بيصير، ما حداش متبع معنا بالمرة، ويوم نحكي على الراديو بهذا الحكي سرعة وعلى الفاضي. والرادار، الرادار بوقف هنا ولا معبرين الرادار ولا على الفاضي. الساعة 7 الصبح فيك تقول هنا مطار أو رالي سباقات، بالذات عن المونيت اللي بده يلحق يصل الجامعة، اللي بده طلاب، ومفكرين إنه أرواح الناس رخيصة، وهون يعني مش عارفين إنه بأي لحظة الحادث والموت بغمضة عين بصير حوادث هون. فإحنا منطالب يعني الشرطة والمرور والجهات المختصة والمسؤولين إنهم يلقوا حل جذري للشارع، شارع نابلس بالذات. يعني نسبة الحوادث اللي أنا بشوفها يعني أفلام رعب يعني للأمانة. حلول إذا في مجال على كوربة بلعة تحطه جسر وسطي، يعني على ارتفاع متر لتعمل فاصل للذهاب وللإياب على أساس ما يصيرش تجاوزات. بعدين بخصوص السرعة، أغلب الحوادث تقريبا شبه البرايفت، هسا ماخذين فكرة الناس إنه العموم اللي بتسرع، بس شوف أغلب الحوادث يعني بديش أحكي لك 90% 70% أغلبها البرايفت، تجاوزات الغلط، الشباب الصغير الطايش اللي بتطلع بدون أغلبها بدون رخص أو بكون ماخذين رخص جديدة. أنا بنظري أغلب الحوادث نتيجة الاستهتار. الحل إنه أول شيء بدنا يوسعوا لنا الشارع، لأنه الشارع هسا صار عندنا أخطر من أول بسبب الإجوار. عندناش صيانة للشوارع كلياتها، كل الشوارع فيها إجوار، القربات ما في عليها إشي اللي يسند السيارات، إذا بتخرب فيش مجال إن الواحد يوقف سيارته على جنب الشارع، هم سكروا لنا الشارع بالمرة، إذا واحد خرب بده يوقفه بنص الشارع. الشغلة الثانية إنه الاستهتار في السيارات المركبات الخصوصية، كانوا يحطوا اللوم على السيارات العمومية، هسا أغلب السيارات اللي بتعمل حوادث كلياتها خصوصية بسبب الطياش واستئجار السيارات اللي بيأجوهم لشباب وأولاد معهم مش رخص وبنطوهم لسيارات ثانية كعادي. أسباب أول شيء ذيك الشارع، ذيك الشارع واحد. اثنين المطبات اللي مليون مطب ومطب. شارع نابلس كله من ما تطلع من نابلس توصل هان تطلع جبال، انت ما بتطلع على الشارع، على مطب جبال بتطلع. والشارع ذاك هذا مش شارع فيه كل يوم نص مليون سيارة بتطلع عليه. هذا شارع العربيات خيل. شو كنت برعك؟ كنت برعك بدها جزر، بدها جزر وبدها كفوف وبدها شغلات من نوع، والشارع كله بده ذاك بده توسيع، يعني سيارتين تلاقين واحد بكى متجاوز مسطل بده يقتل اللي بده يقتل كماله. فالشارع كله بده تأهيل من أول لآخره. أغلب الحوادث كله شباب صغار كلهم متهورين، خاصة كوربة بلعة لما نلفها بلفها بسرعة جنونية بسيطرش على السيارة، فبتروح بتضرب على الشمال وبتروح على اليمين وعلى الشغلة هاي سبب تهور. بعدين الشارع اللي بتجاوزوا عنه خطأ، فهمت علي؟ كله هذا خطأ وعدم وجود شرطة على الشارع.